اي رقم اخبار؟ رياضيات، فيزياء، صيدله، يعني تطلع اخر شيء استاذ فيزياء. ها حلو حلو حلو. عم تنطر على صرفة الجامعه؟ مرتبط؟ بدك تزوج؟ السلام عليكم. اليوم في مجموعه من الطلاب الاستثنائيين اللي تم دراسه وضعهم بالفتره الماضيه من قبل محمد متطوع معنا بريف حلب، وصرانا كرماله لانه طلاب ما عم يقدروا يفوتوا على الامتحانات او يعملوا عمليه لانه ما دافعين القسط. احنا درسنا وضعهم بالتفصيل وهذا رح نحكيهم ونقلهم. هلا حدا عم يعبرني. ايوه حضرتك تدرسين اللغه العربيه ليس كذلك؟ الو الو، معك منيح المسؤول عن المنح الطلابيه في مجمع اللغه العربيه. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك بشرى؟ ايوه. لو سمحتي بشرى، معك منيح من مسؤول منح الطلاب في الهيئه العالميه للصيدله الدوائيه. تمام. حضرتك عليكي قصد جامعة بجامعة حلب صحيح؟ تمام. لو سمحتي عندي دفع نص القسط. نص القسط، لو سمحتي انت بدك تصيري صيدلانية صح؟ أكيد لك إن شاء الله. ولما تصيروا صيدلانية بس نعطيكم حق الدواء بترجعونا للزائد جرح صح؟ لا مو هيك النقطة. الله يسلمك يا رب. بدي أسألك كم سؤال له علاقة بالصيدلة مشان إذا جاوبت اليوم بهالمقابلة يعني بنعرف إنك تستحق المنحة. تمام تفضل. إذا الواحد حط أتش مع أو 2 كم بيطلع معنا بالدقيقة على الكيلومتر التسارع بالساعة لو سمحتي؟ ها؟ بس عفوا ما فهمت السؤال. أكيد ولا والله ولا حتى أنا. أنا عاطف من فريق ملهم، بس بدي خبرك إنه ندفع عنك القسط الحمد لله رب العالمين، فحبيت بشرك. الله يعافيك يا رب. الله يسلمك يا رب. ان شاء الله هيك بتصيري. اي كم سنه انت بتدرس صيدله؟ 5 سنين. انا هلا بالرابعه. ممتاز، يعني ان شاء الله 3-4 سنين بتخرجي. لا السنه الجايه بتخرج ان شاء الله. يلا ان شاء الله الف مبروك المنحه، وان شاء الله هيك الله ييسر لك كل امورك. الله يديك الخير يا رب، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عائشة؟ ايه مين معي؟ معك مسؤول طب الأسنان في المناطق الشمالية الشرقية. لو سمحتي انتي سنة رابعة طب أسنان صحيح؟ ايه نعم. وحضرتك اهلا وسهلا. عاطف؟ مين عاطف؟ انت كنتي متطوعة معنا صح؟ ايه كنت متطوعة معكم. والله العظيم مكتوب جنب اسمك كانت متطوعة في فريق ملهم. حتى بسجل جامعة ب$500. أشو بتفيدك هالجامعة؟ بتفيدني. كيف ما بتفيدني؟ إن شاء الله بكرة بس تتخرجي وتصيري طبيبة أسنان، وكل ما يجي عندك واحد عم بيوجعه خده تشيلي له ضرس العقل وتشيلي له العصب وتاخدي منه $1000، رح تتبرعي لفريق ملهم ولا لا؟ كيف لك؟ كيف لك؟ حتى هلا نحن بالمعالجات حطينا كروت، يعني انا وجهت زملائي حطينا كروتنا بتجمع عزيز باوتاد ولا بيجي من السلام. والله كفو كفو يعني باشرنا شغل بالعياده. كفو كفو يا عائشه. انت سنه رابعه هلا صح؟ يعني ها رح تصير دكتوره مو هلا. مشان القسط اندفع ما تاكلي هم. عنجد؟ لا احنا دفعنا عن مزح، واعطونا كمان اعطونا سند مزاحي اسمه. تدفع $500 بيعطيك سند مزح انه تم مزحا دفع قسط الجامعه. الله يعطيكم الف عافيه ويجزيكم على الخير. الله يسلمك يا عائشه، موفقه بكل حياتك، وان شاء الله بتصيري دكتور اسنان يعني شيء على العالم. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك ان شاء الله. الله يخدمنا ويرد لكم الجميل بعد ما نتخرج ان شاء الله. هذا شغل رب يعني العالمين. ما تتخيلوا فرحتنا. لك دخيل قلبك، الله يبارك فيك يا رب. الله يعطيك الف عافية يا رب، يجزيك الخير. الله يعافيك. بانتظارك ها بتجمع عزيز كرمال تعالجينا اسنان كل العالم ما فيهم عبد الله الخطيب لانه كمان عنده مشكلة بالاسنان. السلام. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. الو سهام. وعليكم السلام. سهام. كم سهم لو سمحت؟ مين أنا منيح مسؤول المنح الطلابية في الجامعة، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. لو سمحتي عليكي دفع قسط صحيح؟ إيه. كم القسط لو سمحتي؟ أنا قسطي 500 ودفع منه 250. معناتها 500 ناقص 250 قديش بيساوي؟ 250. أحسنتي، لقد ربحتي $250 تم دفعها في الجامعة من قبل فريق ملهم التطوعي، شكرا جزيلا.
الله يعطيكم الله يعافيك يا رب. الله يعافيك يا سيهام، ان شاء الله بتصيري هيك دكتورة اسنان على مستوى يعني الفكين. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، معي احمد نعناع. نعم احمد، انت طالب سنه ثانيه صيدلي اليس كذلك؟ نعم. لا لا يا اخي، سنه رابعه طب بشري. يا الهي، لو سمحت ورد اسمك انك انت عم توقف على الصرفه. اوه نو، انا عم بوقف على الصرفه. ايه امرك استاذ عاطف؟ اوه نو، امرك هلأت صوتي معروف يا زلمة، قسما بالله خجلتي. انت اشرب نار على العالم، بعدين انت نعناع، انت نعناع وانا نعناع، يعني نفس المسكره. قسما بالله شهيتني على اللبنه. راس عليك قصة 100 دولار صح؟ ايه نعم. دفعوا لك اياها حرامية فريق ملهم. يا على راسي والله، على راسي يا ابو حميد. يبقى بس تروح على الصرفه ياخذنا معك. الله يكرمك ان شاء الله. الله يعطيك حبيب القلب، لا الفضل رب العالمين. يلا بالتوفيق ان شاء الله، هيك بتصير احسن طبيب حياك الله، او هيك بتصير يعني شغل مشافي، مدير مشفى باذن الله. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ عبد الكريم، انت طالب سنه ثانيه صيدله اليس كذلك؟ نعم. ورد اسمك بأنك لم تدفع القسط. مظبوط نعم. لماذا؟ لماذا يعني؟ حضرتك راح تصير صيدلاني وترجع لنا الفك رزق أجره صح؟ أكيد لك. حبيب قلبي على رأسي، أنا بيعجبني فيك إخلاصك بالعمل وصدقك. يا عبد الكريم، كأنك سمعان هالصوت يعني. وكأنك عارف الفيلم كله، بعرف هذا الحكي. خلص والله على الانستغرام، ستوريات الانستغرام. اندفع القسط يا عبد الكريم، دفعوا لك يا في متبرعين، دفعوا لك يا من اموال الزكاه، الله يجزيهم الخير، وان شاء الله بتصير احسن صيدلاني وبتفتح صيدليه وبتبيع للزكاه. مفيد على راسي يا مفيد، حبيب قلبي على راسي يا رب. موفق يا عبد الكريم. الله يبارك فيك. بس في لي رجاء عندك يا عبد الكريم. الله يبارك فيك يا رب، يعجبكم يا رب. لا بقى توقف على الصرفي. أمرك كم عينك بس عطيف. على راسي حبيب قلبي، بالتوفيق، السلام عليكم. دقيقة شوي، الفريق ملهم صح؟ أحسنتي، بتربحي معنا قسط 160 دولار لمدة فصل. شكرا، يعطيك ألف عافية يا رب. الله يبارك فيك يا لبنى. أنا الله يسلمك يا أنا حكيت قبلك طالب اسمه أحمد نعناع وأنت لبنى، فسبحان الله يعني شيء بشهي، ما ناقصنا غير زيت حلو ولا عفريني. لازمك. كف 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 يا لبنى، إن شاء الله هيك بالتوفيق، إن شاء الله بتصيري أنست إنجليزي. الله يعطيك ألف عافية يا رب. وبتقولي لنا للطلاب I know everything is okay. I know. يلا بالتوفيق يا لبنى. ربي يسلمك يا رب، شكرا كثير. الله معك، السلام عليكم. معي زهراء. اي زهراء. كم زهراء لو سمحتي؟ لو سمحتي انت سنة نعم؟ انت سنة ثانية ادب انجليزي صح؟ اخر في شيء يعني؟ والله انا طالع عندي انه عليكي قسط 125 دولار بالجامعة. اي ليش؟ اي مظبوط، اي عندي قسط 125 بالجامعة. حضرتك ما دفعتي لانه لسه ما توفر معك المبلغ صح؟ اي صح. ليش فريق ملهم موجود؟ ما كرمال يدفع لكم الاقساط؟ والله ما بعرف. والله العظيم هدول حرامية، تقولي ما في غير عم يسرقوا مصاري التبرعات وما بدفعوا أقساط جامعة الطلاب اللي لازم يندفعوا لهم أقساط جامعة كرمال يأمنوا مستقبلا، وآخر شيء يصير مستقبلهم مزهر. يا زهراء، طيب يا زهراء، بس أنا حبيت أدقلك وخبرك أنه اندفع القسط من قبل فريق ملهم، رح تتخرجي بإذن الله، نحن رح نحاول نساعدك. تمام ان شاء الله. تمام، يعطيك العافيه. الله يعافيك. لا تاخذني ما عرفت شو بدي احكي، لانه عن جد يعني مفاجاه. الله يبارك فيك يا زهراء، وان شاء الله هيك بنفرح بتخرجك وبتصيري انست انجليزي شيء محترم. تسلم. الله يبارك فيك يا رب، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، السلام عليكم. عليك قسط 280 دولار صح؟ ايه. طب اسنان؟ نعم. اي سنه؟ ثاني. قد ايه بدك تتخرج؟ 35. 3 ناقص 5 3 ناقص 5 ما بصيروا، تاخذ من جارتهم. وليش ما دفعتهم؟ ما معي. لا يا عبد العزيز، كيف ما معك تدفعون الفريق ملهم موجود؟ ما فشار؟ على راسي يا استاذ، الله يبارك فيكم.
حبيب القلب. تم دفع القسط يا عبد العزيز من قبل صندوق الزكاة، ان شاء الله بتصير احسن طبيب اسنان، بتشتري فك وعزقات وبراغي وبتركب لها العالم. الله يعطيك الف عافيه استاذ ويبارك فيك على راسي والله. لك حبيبي شو عم دخن الايام؟ والله من هاي من الاربعه من الاربعه يا زلمه شو عم دخن مازوت؟ والله هي ابشع شوي ها صراحه يعني. كفو كفو الله يكفيك الله يكفيك شر الله يكفيك من لف ورق الشجر الله يسلمك. خيو لف ورق شجر بس شي تاني ما تلف ها؟ لا أعوذ بالله لا يا أستاذ. كفو كفو يا عبد العزيز. أنا ورق شجر الزيتون حصرا الزيتون هيك بطريق شوي الحلق. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك بتول صح؟ طالبة صيدلة عندك قسط بقيمة 300 دولار لم يتم دفعه حتى الآن أليس كذلك؟ تمام. حضرتك يعني ناوية تدفعي ولا في شوية صعوبات؟ في صعوبات كتير كتير يعني صعب. والله هذه الصعوبات لا يحل لا يحلها إلا فريق ملهم. فريق ملهم دفع لك القسط يا بتول، فيك تتخلصي من صعوبة من هالصعوبات وتكمل حياتك طبيعي. الله يزيدكم الخير يا رب. الله يسلمك يا رب. معك شكرا عاطف كثير كثير لكم. معك عاطف من فريق ملهم، ان شاء الله يا بتول بتصيري احسن صيدلانيه في كل الشمال السوري. ان شاء الله يا رب. الله يسمع منكم. الله يبارك فيك يا رب. حليت لنا مشكله ما في اكبر مننا. نحن كنا انه ثلاث خوات بالجامعه وصعب كنا ندفع قسط الفصل الثاني كثير. طيب والبقيه دفع ولا لا؟ سجلنا على اساس على المنحه انا واختي، اختي بقى عليها 125 وانا بقى 300. طيب اختك شو اسمها؟ مدرسة علوم صحي في اولى. كلاريت وين كلاريت؟ هون موجودة بالبيت. اعطيني اياها لو سمحتي. الو السلام عليكم. كيفك يا كلاريت؟ في حدا في الكون اسمه كلاريت؟ لا والله. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. يلا ما مشكله خيتو الله يجعل اكبر المصائب. عم تخبرني اختك انه في عندك قسط جامعه ما اندفع. ايه والله. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا فريق ملهم دفع لك القسط. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك يا رب. إن شاء الله يا كلاريت بتصيري، أنت بدرسي علوم صحية صح؟ إيه. خلص ما بعرف شو بصيروا هدول بس إن شاء الله بتصيري مثل ما بدك. تخدير إن شاء الله يا رب. يلا يا رب بالتوفيق يا كلاريت أنت وأختك بتول. يا رب. عليكم السلام. الله. فاروق. أيوة. كيفك يا فاروق؟ الحمد لله تمام. عليك يا فاروق قسط للجامعة ما دفعته صح؟ إيه صح مضبوط. شو السبب يا فاروق؟ أنا السبب من الوضع يعني ما في شو اسمه يعني ما وضعنا ما بيسمح لنا ندفع. كم طالب أنتوا بالجامعة إخوات ليه؟ نحن 10 العائلة من أولاد. كم طالب جامعة منكم؟ 4. دفعوا كلهم أقساطهم إلا أنت؟ لا لسه ما دافعين والله حسب الوضع. ولا في واحد درس بجامعة شو اسمه ما في دفع أقساط وبقينا ثلاثة ما دافعين وأختي كمان أختي لسه سنة سادسة يعني لسه ما يدفع. قديش لازمكم كلكم بقلب بعض؟ الكل؟ ايه 350. اختك شو بتدرس؟ كمان طب بشري مثلي سنة سادسة. خريجين يعني البركة؟ اختي هون في الجامعة بجامعة حلب. عايشة معكم؟ ايه عايشة معنا. هذي قصد 200. هي جنبك؟ ايه جنبي. عرفتني؟ ما عرفتك. لا انا اسمي منيح مسؤول المنح الطلابية بالجامعة. ايه تمام تشرفنا. منيح الحمد لله. انت كيفك؟ الحمد لله. وافتح سبيكار انت وياها يعني معك بتدبر معك المبلغ؟ لا ما بعرف اطلع لي بابا راتبه مش قادر بابا يمكن 1000 تركي علي قصة 150 دولار دفعت 50 بس. واخوك اعلامية؟ ايه واخوي اعلامية. طيب وبس صرتي طبيبة يعني رح تساعدي الناس ولا رح تكوني لئيمة؟ لا أكيد رح تساعدنا يعني رح تكوني مثلنا ولا يعني لا؟ يعني رب العالمين هلا عم بيبتلينا ويختبرنا مشان نحس بكرة لقدام يعني بغيرها. أكيد 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 الله يقويكم. لهيك الله بعد لكم ميانا يعني أنا عاطف من فريق ملهم رح ندفع عنكم قسط أنت وأخوك إن شاء الله. تمام الله يجزيكم خير يا رب. الله يبارك فيك يا رب. تمام أستاذ. يلا بالتوفيق دائما. سلامي سلمي لي على الوالد وقولي بسلام عليك عاطف. حضرتك يا ديانا انت طب بشري سنة 5. نعم. هي رح تطلع دكتورة صح؟ ان شاء الله. ما شاء الله عني. اللهم صل على سيدنا محمد. تعرفي انا يعني كنت دائما اول على الصف الحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله والله كل قسط كله يعني ما دافع منه، يعني قسطي انا 250 ما دافع منه ولا دولار. طب تواصلتي مع حدا مع فريق ملهم مثلا؟ سمعت انه عم يكفلوا طلاب ولا هدول كذابين؟ اي عم صحيح كذابين صح؟ لا والله اجوا عملوا معي مقابله بالبيت والله وما دفعوا لك ما؟ لا قالوا يعني انتظري بده يجي داعي كذابين. لا والله بكذبوا بالعاده صح؟ لا بتعكس والله مسمعياتهم كويسه كويسة كويسة مسموعياتهم أي أو آدم يعني، بس في عندهم هذا مدير عبيط بيحكي مع الطلاب بيقول لهم دفعنا لكم الأقساط وهيك بعرفه بالله ما بعرف. إيه ما حكى معك؟ لا والله لا بيحكي معك. كيف ما حكى معك؟ ليك دفعنا لك 250 دولار وخلصنا بالله ما شاء الله الله يجزيكم خير يا رب. الله يبارك فيك يا ديانا. معك عاطف من فريق ملهم، اندفع قصدك الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله هيك الله يوفقك وتسهل كل امورك. تسلم يا استاذ الله يرزقكم ونعوض عليكم يا رب. الله يبارك في حسناتكم. تسلم يا استاذ. سلام معك. سلام. انت متزوجه؟ الو. اي والله عندي طفل. هذا متزوج وعندي طفل. عندك طفل وعم تدرس سنه خامسه طب بشري؟ اي والله ما شاء الله. شو اسمه ابنك؟ أحمد. قديش عمره؟ عمره سنة ونص. أوه مثل ابني الله يخلي لك يا رب. يلا سلمي لي عليه بالتوفيق. السلام عليكم. تروح تصدق الناس من هيك شكلي الله ياخدك. يا جماعة ترى ما في أعظم من هالفرحة. كل الشكر لكل الأشخاص اللي يعني عم يتبرعوا بزكاة أموالهم. الله يجزيهم الخير ويتقبل منهم هذا العمل الجميل، وإن شاء الله اللي بقدرنا أن نساعد أي طالب بيحتاجنا. شعور جدا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.